الله هو نحرس خدر عثمان جولاد وكم ذها وضياش السيدة وين لوجي قان مجلة لندن أي عشري آس قرن لوجو سميي حوالها إلفورد إم مجلة لندن إن لله وإنا إليه راجعون مش يقدر ما يسوى قبر جلوا سي الله هو نحرس خدر عثمان جولاد خدر روح كم ذها وضياش السيدة وين لوجي قانو مجلة لندن وحن جعل الله هاي إن أنا هل كان تعسيق الجرن أهلذي يا قرابذي يكجور يودي خدر عثمان دعاء خدر عثمان جولاد waxna ay tahay mid taagan maxamed suufi oo kamid ah eelada allah uu naxariistay khadar usmaan guuleed ee markii ku soo dhawaa tv karsan tv anaga oo baahda karsan tv waxaanu tacsi tirayay idin soo marinay ilaahay uu naxariistay khadar waan ku dhawahay tacsidana waa idin ka gudoomay ina lillahi wa ina ilayhi raji'un كل نفس داقة الموت أديه ولا جود الصعنة يقفنا باقي كمان نغنيه ولا الكي خدر عثمان جوليت خدر مضوب يره وها أضيال أمانين أضياء ومسؤول بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس داقة الموت ما أنت حبالنا إن تشوفنا وحنقاصنا ولا الكين خدر عثمان جوليت وحن الله وقبريه إنه الله نحرز شنا كورابيه إهلذي إيه قرابذي وكجيري ودنا إنه إله السمير إيمان كسيو هل كصلا وضم مريا ولا كالهرين يا وحوي عدو اللي بهل كصي مرسا أنا ما تتعجنا إن الله وإنا يرجعون حق محمد تعسي قدرنا مرحوم خضر هذا اسمان أو كجيري ودي مجال لندن خضر وحوي أن وها علي علي وين أو ومدي سيد الكيس إن بدنا سوهل جمي إلهي وحنا كبرنا نحرس سجنا نكور أبيو الله ونحرس أمر أم خضر عثمان جوليت وحقول الشيء مجعل هذا برعه وحقول كت جيشن عرورة الله ونحرسته إن سد حويل هي الله وقبلوت هم كان أيام كوا سمانتا وحوهانين آدو ونكسن من آدو شرف بدن من آدو تعل صومال لماذا منتو حن شغنا خضر عثمان جوليت askisi runtii oday adeerkay waha allah u naxariisto een runtii nin qaranna waha oo maanta qaranka isna ka baxay een waxaan u duceynaynaa in ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo si kastaba ha ahaatee waxay ahayd runtii geeri naxdin leh maalinka hore maalinta uusan dhiban ayaan khadar kula kulmay xaafadda south hall anigoo ka wareystay arrimo aad u badan oo noloshiisa ku saabsan iyo liba dhibaatooyinka loo geysanayo qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed isagoo iga warbixiyay xaaladdu uu soo maray iyo liba dhibaatada haatan dadka haysata iyo qaabka ugu wanaagsan ee looga bixi karo maxamuud maxamed xasan maxamuud boocame kalsan tv magaalada london